الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أكد خبراء نفطيون أن العراق فقد جزءا من أسواقه النفطية في آسيا، ما اضطره لتغيير مسار النفط نحو أسواق أوروبا وأمريكا. وقال الخبراء إن الدول التي كانت لديها أسواق نفطية كبيرة في آسيا والتي تبيع للصين والهند كالعراق والسعودية فقدت جزءا منها لصالح النفط الروسي الرخيص، كما أن الأخيرة خسرت أسواقها في أوروبا بعد الحرب في أوكرانيا. وأضاف الخبراء أن جميع صادرات النفط العراقية تباع حالياً في الأسواق سواء في آسيا وأوروبا وأمريكا، مشيرين إلى أنه حسب استراتيجية شركة تسويق النفط العراقي سومو أن تكون صادرات العراق لآسيا 50% ولأسواق أوروبا وأمريكا 25% لكل منهما. كشفت إدارة مطار السليمانية الدولي أن القرار التركي القاضي بتمديد الحظر على المطار أسفر عن خفض أكثر من 100 رحلة جوية شهرياً، ما يعني أن الرحلات انخفضت ما بين 35% إلى 40% من رحلات المطار شهرياً. وقال مدير المطار هندرين هيو إن رحلات الطيران من السليمانية إلى مختلف دول العالم مستمرة باستثناء الخطوط الجوية التركية وكذلك إلى مطارات تركيا، مضيفا أن المسافرين يتنقلون إلى أوروبا ودول العالم عن طريق الترانزيت. هذا وكشف خبراء اقتصاديون أن إيقاف الرحلات الجوية من مطار السليمانية إلى تركيا وأوروبا أدى إلى خسائر مالية فاقت 30 مليون دولار. أظهر مسح دولي أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر واصل التراجع في الحزيران للشهر 31، لكن بوتيرة أبطأ في ظل تراجع طفيف للضغوط التضخمية. وارتفع مؤشر مؤسسة ستاندرد أند بورز جلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 49% في شهر حزيران من 47% في شهر أيار، لكن ظل دون المستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش للشهر 31 على التوالي. وقالت المؤسسة إن اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي في مصر ظل تحت الضغط في نهاية الربع الثاني، مضيفا أن هذا يعني أن وتيرة انخفاض الانتاج والطلبيات الجديدة تراجعت، ما دفع المؤشر الرئيسي للارتفاع. انخفضت الصادرات الألمانية في شهر حزيران الماضي بعد تراجع الطلب من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يثير مخاوف بشأن إطالة فترة الركود. وأوردت مصادر صحفية ألمانية أن الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي انخفضت بنسبة 1.5% إلى 70 مليار يورو في شهر أيار، كما انخفضت بنسبة 3.6% إلى الولايات المتحدة مسجلة 12 مليار يورو. وتراجعت الصادرات الألمانية إلى روسيا بنسبة 7.4% إلى 0.7 مليار يورو، وذلك بسبب العقوبات الغربية بفعل الغزو الروسي لأوكرانيا المستمر منذ شهر شباط عام 2022. انخفضت أسعار النفط قليلاً في التعاملات الآسيوية المبكرة إذ قوبلت توقعات شح الإمداد بسبب تخفيضات الإنتاج بالسعودية وروسيا وانخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية. وتراجعت العقود الأجلة لخام برنت بنحو 0.34% إلى 76 دولاراً و69 سنتاً للبرميل، بعدما ارتفعت بنسبة 0.5% عند التسوية في اليوم السابق. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 0.13% إلى 71 دولارا و70 سنتا للبرميل، بعد أن أغلق مرتفعا بنسبة 2.9% في تعاملات ما بعد عطلة أمريكية ليلحق بمكاسب حققها برنت في وقت سابق من الأسبوع. والآن إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن.
ختام الموجز، دمتم بخير.